بالك غادي نخرجوا شويه على الموضوع تاع كره القدم، بصح هذا الامر يهمني انايا كي راني نشوف فيه. انا كي نشوف كيما كيجوني افكار، انا كي نشوف كيما كيجوني افكار سبحان الله. انا كي نشوف كيما هكا نشوف هذه الصوره، هذه كيما راني نشوفوا فيها يجونا افكار. هذه علاه داروها؟ علاه النهار حطتها؟ علاه النهار حطتها وعلاه داروها؟ علاه الكونسيلا تاع فرنسا دارتها هذه ودارتها كيما يقول لك اكسبري للشعب الجزائري في نهار تاع عيد ثوره، عيد تاع شهاده اللي ماتت عليه، عيد تاع رجال عظماء جزائريين اللي خطوا على ذا النهار، حطوه في التاريخ. شكون اللي تحطها النهار؟ فهمونا ما نبقوش ندخلوا خاطر كاين واحد المشاكل معاهم. الله يسلكنا على خير معاهم ان شاء الله بربي. طلبوا حنا علاه؟ انا مواطن جزائري، انا مكلف. يقول لي يا ودي لا تحضر، قلت له نهضر، عندي امكانيات، عندي بورتاب صغير راني نهضر، معليش نهضر. هادو تنموتوا حنايا، ما نخافش من الموت، نهضر تنموت، معليش ما كاش خاطر غادي كاع نموتوا، غادي من على 100 سنه هذا الجيل كاع يروح ويجي جيل وقت اخر، كاش لي غادي يقعد حي؟ ناس غالطينا، خاطر كاع نجي غادي كاع كاع نروحوا كاع، يجي جيل كاع وقت اخر، 100 سنه 120 سنه الى القيامه ما زالت، يجي كاع جيل وقت اخر. راني خايف انا الا ما متش اليوم نموت غدوه. نهار علاه دارت هذه الحاجة؟ باغي تعطي صورة العملاء والأعداء الجزائر بأن الشعب هذا، تعطي تقلب في الصورة الرأي العام باللي الشعب الجزائري. شوف كي ضربونا في كرة القدم، قلعوا الثقة من المواطن الجزائري تجاه واحد صوالح، قلعوا الثقة، يحوسوا النهار تحوس، تعطي صورة العملاء وأعداء الجزائر بأن هذا الشعب راه كاره من الجزائر. اللي بيجي يخدم هنا لي بي هذاك ليفني ولا ماكش، لا بيجي لهنا يجمع مع مصطفى معزوزي يجي يقعد مع مصطفى معزوزي. شو وين رانا؟ فهموني وين راني نهدر؟ فهمونا وين راني نهضروا؟ وسمحوا لي الله غالب، لازم اسمحوا لي ندير كارو، خاطر علاه لازم ندير كارو، خاطر علاه اسمحوا لي، اسمحوا لي بنادم يبات يكمي ويظل يكمي، اسمحوا لي، قولوا لي الله يعفو عليك وصعيد، اسمحوا لنا برك. هذا يحوس هذا الجريدة، كي نقول لكم بلي الجريدة هذه اللي خرجت أسرار الجزائر، كي نقولوا بلي خرجت أسرار الجزائر، خرجت أسرار تاع الجزائر هذه الجريدة، وراهي تعطي في صورة بأن هذا الشعب ما يحبش بلاده. وأنا المعلومة اللي عندي وهذه حقيقة، اليهود قلت لك اليهود، مش اليهود، مش اليهود الاخرين، الصهاينه يتبعوا كاع الجرائد تاع الجزائر ويتبعوا الاذاعه تاع الجزائر. انا نعطي صوره بلي هادو ناس قاريين، وهادو الكونسيلا حشاتها لهم طاوتهم في نهار واحد لي رونديفو باش يعطوا بلي الشعب باغي يروح، الشعب حنا نبغوا بلادنا، نبغي بلادي انا، كاين اللي هنايا قاري يروح يخدم ويجي لبلاده، يروح يقرا ويعاود يولي لبلاده، خاطر هذه البلاد تربط غير ولادها. يا جريده تاع النهار باش الناس تعرف، حنا من نهار اللي بانوا علينا هذو الجرائد وبانوا علينا هذا الرهط، هذو بانوا علينا هذا الجرائد تاع لي فاملات. انا الجريده هذه انا ما نشريهمش، كاين ناس مراقبين يجيبوا لي الشوبيش،
حللنا هذه التصويره، نحلل التصويره نحللها انا الله غالب جايه من عند التصويره، نحلل التصويره علاه دارت التصويره، علاه التصويره دارت، نجيب علاه التصويره ندير، نقول لكم التصويره علاه دارت، دارت بتعطوا الراي العام. وكي نقول لك بلي هذه القناه وهذه الجريده سبب مهازل الجزائر، سبب تدهور في بعض الامور في الجزائر، هذه الصحافه وهذه الجريده وهذه القناه. كان يتكلم يتكلم على بلادي، راني غيرتني بلادي، ونوجه رساله للشعب الجزائري لي كاتالون كي داروا هذيك، لي كاتالون كي داروها 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 على بالك. بنقول لكم نعطيكم واحد نمدوا حاجه صغيره، سبحان الله، صهيوني صهيوني الى صابك فاهم وقاري وصابك مسلم وصابك فاهم وقاري ما عنده ما يدير بيك، ديك يخدم بيك تمد له تعطيه صوالح، بصح هو وين يستعمل الخطط تاعو الجهنميه والخبيثه يستعملهم كيسب واحد جبان كيما ذا مصطفى معزوزي. كي نقول مصطفى كاين بزاف كيما مصطفى معزوزي، سيب جبناء كيسب جبناء واغبياء. خاطش علاش قال لك هتلر، انا نتبع الاخرين تاع هتلر، هتلر قال لك انايا الاولين اللي نقتلهم اللي يبيعوا لي بلادهم ويبيعوا الرجال العظماء تاعهم، هما الاولى كي ندخل لديك البلاد دب 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 اي تربحوا. خاطش علاه كيما باع بلادو باع الرجال العظماء يقول لك انا يبيعني فيك، اما انا ما نخليش الناس هادو. لازم الدولة الجزائرية، نطلبوا من الدولة الجزائرية تتدخل. سبحان الله بنادم انا دروك راني نهدر انا تشكو بيا، علاه تشكو بيا انا؟ علاه تشكو بيا انا؟ كي تروح تشكي بيا علاه تشكي بيا؟ قلت كلمة تاع حق، قلت انا هاد البلاد لازم رجال يكفوا بيها، انا ما قلتش العيب، علاه تشكي بيا؟ علاه تروحوا تشكو بيا؟ تشكو بيا باش تسكتوني؟ ما غاديش نسكت. بيدخلوني الحبس، كاين رجال كثر مني يوم جاي غادي يهضروا، كاين ناس كثر مني غادي يجوا يهضروا. بصح باش تشكي بيا؟ علاش تشكي بيا؟ انا شا قلت؟ قلت لكم راكم غالطين، نتوما عايرتوا الجزائر، حطمتوا الجزائر في الاذاعات نورمال 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 لايف لايف، وليتوا تعايروا في الجزائر. بصح انا عايرتكم نتوما خاطش علاه شتكم شتكم تعايروا في الجزائر، عايرتكم انا عايتكم انتوما، ما عايتش الجزائر، انا عايتكم انتوما، قلت لكم انتوما انتوما ما تسواوش. بصح ما قلتش الجزائر ما تسواش، انتوما وليتو تعايروا في الجزائر، وليتو تحطموا في الجزائر، خاطش على جابوكم خصيصا باش تحطموا الجزائر. على هذيك انا تغيظني 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 الدوله، لا يسكت عليكم ما تسكتش الدوله نورمال، ماما مو الدولة ضربك هذا وين تنوض؟ قالت على كي ستوني نقول بلي الدولة ما تسكتش عليكم، انتوما باش تشكو بيا، تشكي بيا باش تسكتني، ما غاديش نسكت. ما عندكم ما عندكم وين غادي تمشوا؟ ان شاء الله بربي الايام تاعكم هي قريبة، ان شاء الله بربي الايام تاعكم هي قريبة، ان شاء الله كي نقول لكم الايام تاعكم هي قريبة، والايام تحكم، الايام تحكم. خاطش علاه الحليب اللي كنتو تغشو فيه تزيدو فيه الماء، ربي يكشفكم، بقى غير اللي يبيع الحليب الصافي هنا في الجزائر، يبقى غير اللي يبيع الحليب الصافي، انتوما اللي كنتو تزيدو الحليب تزيدو له الماء، ربي يكشفكم ان شاء الله بربي. هذه حقيقه راني نهضر فيها انايا، وانا واجهتكم انتوما، الا انتوما رجال واجهونا انتوما بالحقيقه، مشي داسين الحقيقه، دسوا الحقيقه مي تكونوا مجمعين تهضروا الصح ومي تبانوا على الشعب الجزائري تكذبوا على الشعب الجزائري. انا قلت لكم ما تكذبوش علينا، قولوا لنا الصح اش كاين، اعطونا الصح اش كاين، ما تكذبش عليا اخويا، علاه تكذب عليا؟ ربي كاين، علاه تكذب عليا؟ انا صدكم تكذبوا عليا، درت انا يوتيوب بورتابل حطيته
رانينا نهضروا، رانا مقصرين مقصرين بصح مقصروا على الحق، ماشي مقصرين نكذبوا على الشعب. هذه هي، وسمحوا لنا بقى خرجنا كاع على الموضوع، سمحوا لنا وتحيه الجزائر. وخاطر عليه ما هذه تاع زاتي راهي كل يوم، وقلتها لكم قلت قلناها لكم في لي فيديو، ان شاء الله بربي نولوا نجيب لكم لي فيديو، خاطر على عندي بروغرام غادي نولي نجيب لكم لي فيديو تاع من 2017 ديبي تاع 2017، ملي كنتو دايرين حمله كونت الرجال. اش كنت نقول لكم؟ قلت لكم لا هذا ماجر كذبها، ولا هذا زاتشي كذبها، ولا اي واحد كذبها، غادي نولوا كل يوم الصباح من نوضوا نصيبوا مهزله. تعالوا نشوفوا مهازل. هذه هي تحيه الجزائر، تحيه كاع ولاد الجزائر اللي هنايا واللي في الخارج، وكاع ولاد الجزائر وين ما كانوا، الشاويه، القبائل الكبرى، الصحراء الكبرى تاعنا، وناس الغرب وناس الوسط كاع كيما داروا، ولاد الجزائر اللي في الغربه كاع كيما داروا. تحيه الجزائر، وربي يحفظكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، المجد والخلود لشهدائنا الابرار تاع واجب الوطني الجزائري، شبيبه صغار لماتت. تحيه الجزائر.